بون اليوم نحتفلوا بعيد الاستقلال مي دو مانيير ان بو سبيسيال aujourd'hui خاطر depuis 56 ans pour la première fois la Tunisie est en danger on risque de perdre ce qu'on a gagné chèrement et durement ma famille a contribué à sa manière à l'indépendance de la Tunisie et je suis désolée de devoir y contribuer de nouveau aujourd'hui et j'espère que ma fille n'aura pas à faire la même chose le 20 مارس عنده سيمبوليك كبيره في تونس سيمبوليك نتاع عباد ماتت على خاطر العلم على خاطر الوطن هذا الحاجه الخايبه اللي توا شفتها سكو ابارامون ثم عباد هنا في الافنيو معناها ثم عباد في القبه صحيح تقولوا ديفيرسيتي مي مقسومه البلاد هذه ولات مقسومه معناها انا ريوسي ا ديفيزي معناها لي جون وبحاجه خايبه ياسر هي الريليجيون اللي نورمالمون معناها و موا 99% من التوانسه Ce sont des musulmans. Donc, là, bah, la religion, l'idéologie, ça va créer beaucoup de problèmes. Inch'Allah, nous cherchons la violence. Les khaïfines maintenant. Sinon, on est content. Au moins, pour le moment, on est libre de s'exprimer. Mais بعد ما نعرفوش. غدوة ما نعرفوش. بعد غدوة ما نعرفوش. Pour nos enfants. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. نقول مسكينة تونس وكهو شو داخل لك الاستقلال؟ الاستقلال حق ما خلطش عليه هنا أما ماهيش مستقلة تونس فرنسا خرجت هي أما ديما قعدنا فرنسا موجودة وفرنسا موجودة يعني حتى مش فيزيكمون مي موجودة استقل كي تولي السلطة ملك الشعب بالحق وما عادش الشعب يولي يعرف اللي اون ديبون با دان بارتي بوليتيك اون ديبون دو لا تونيزي سولمون لا تونيزي اكاهو سي لامبورتون سي لا تونيزي لامبورتون سي لا تونيزي لا حتى بارتي بوليتيك مهما كان دروات غوش اللي هو هاو يز بين اليوم نحب نعطي ميساج اوبتيميست معناها كي نشوف اللي توانسه الكل هبطوا لحبيب بورقيبه اون سي ريابروبريي لو 20 مارس الدرابو نتاعنا اللي قبل 20 مارس يمكن كان باكو دخان بالنسبه لي احنا مش حاجه اخرى مي اليوم كي نشوف شارعنا معبي توانسه فرحانين وحفله العباد الكل اللي مازال سعيد مانيش باش نقفوا مازلنا باش ندزوا مازلنا باش نحاربوا على حريتنا وباش نحبوا نعيشوا وباش نعيشوا في بلادنا كما نحبوا احنا لولادنا. مارس عيد استقلال بلادنا لوجيكمون معناها ظاهره اللي سمعت لي من الناس الكل اليوم كانت اوكازيون باش العباد خرجت نادات اسونسيالمون بدوله مدنيه لتطبيق التشريع في الدستور الحاجه اللي يمكن تشوكي شويه هو انه تحس فما سيرتين باسيفيتي في المواطن التونسي صحيح فما فول فما برشا عباد مش في قيمه الحدث اللي هو عيد استقلال ومطلب شرعي للدوله المدنيه تحس المواطن التونسي ساعه على ساعه في الباسيفيتي نتاعو كيلكو سوا باسيفيتي فيزيك انه ما يزديبلاس با بور سي زيفينمون هي باسيفيتي زادا كولتوريل انه صحيح يحب الدراب وكذا ما معبرش عليه بالباهي ناخذ مثال مثلا نعرفش انا كان جا كيما جيراننا الجزائريه باغ اكزومبل تشوف مشهد اخر كومبليتمون ديفيرون اليوم يظهر لي هذه حاجه من الحاجات اللي لازمها تخدم برشا لي فول تخدموا كان لاحظناها زاد كيف جاو دي جروب ومن بعد باش التحموا مع بعضهم سوف كو نورمالمون لازم يكون فما فورما اخرى لتحريك العباد ما نعرفش انا فما مضخمات الصوت فما عبد يبدا سيران ليو الفي باش ينجم يوصل للناس الكل خاطر سينو العباد الكل تتكاتب باش تطلع باش تشوف اش فما واش ما فماش تقولش عليهم معناها في معرض مي تبقى الحاجه الباهيه انه سيت موبيليزاسيون نجم نحصاها كل شخص الموجود هنا عنده شخص قريب ما جاش يمثل نفس الاراء ونفس المطالب خاطر
خاطر اوني تاريفي اسيستانت سي بون. انا فرحانه برشا خاطر عندي برشا مديش صاحبتي واليوم هنا تقابلنا في هار سعيد في الافوني باش نعبروا على على اي على شنو باش نعبروا على راينا في الدستور اللي قاعدين يكتبوا فيه واللي احنا اوني با كونتخل الشريعه اما شريعه احنا اون اون تيتي دي كيل في بارتي دي 90% من الكونستيتيوشن تاعنا اكطويل لي 10% الباقيين هما او الحدود اللي هما لي كا اكستريم ميم في الجوجمون في الاسلام والا حكايه التبني معناها المشكله هنا تولي كان مشكله المراه كان المراه مشكله بون وقتها نوليو نخرجوا معاهم سي بون. الوطن نشف عروقي ونبت شوك المقاومه في ضلوعي نفنا نفنا ومن بيعوطاني بالمرصاد وكل خوان طاغي تونس تونس يا ارض الحضاره صفي بالله ما الطغاه تكفي علي غدرك للمنفى شيع وشحي باش نعطيك على الغوش الغوش السمبول اللي خدمته اليوم نقول حمره اللون في الحشاوه قاده والثورة تشعل في نار وسباقة وشراييني تشعل بدم وعشاقة والأحمر الأحمر لمسة منه تخلي العين شراقة حرارته حرارته شيخة في البدن مصوابة دونك تونس خذت استقلالها في 56 مي تونس تاريخها من العهد حنا بعد تو سو كيفي دي ميلينير داني ها دونك البلاد هذيا عندها تاريخ متجلى ماهيش قتالة توا تنجم تنحيه ولا جماعة طلعت البارح تنجم التاريخ هذا تعمل له فيراج نتاع 180 دوغري سي امبوسيبل والناس اللي تتخيل روحها اللي هي كابابل توا باش تنجم تبدل البلاد هذيا اللي عندها تاريخ كيما هكا راهي غالط خاطر ثاني دولة في العالم عندها ديمقراطية هي البلاد هذيا في عهد قرطاج وعندنا برلمان كان ممثلة فيه كل الحرفيين في البلاد هذيا في عهد وقتاش في 2500 سنه التالي دونك العباد اللي مش فاهمه تاريخها وما تعرفوش تصحابوا بدا ولت البارح ولا ولت البارحين ولا جاء على حصنا جابوا من عرش شكون راهو مش صحيح البلاد هي اللي عندها عروق قوي واحنا يسمونا صفر فاصل لكن سانواس لو كوراج سي كون تو اي ميم ا 0.001 ها اي كو تو دي نو خاطر لي زوبورتونيست هما الوحيدين اللي بداوا يفركسوا باش يبداوا 90% 99 والذكاء عمره ما كان ماجوريتير في العالم الكل الحمد لله On va continuer pour tourner sans la lâche rapa et on va être toujours présent ici pour tourner ces vieilles moustachis bichtir تحت الأنياب نتاع الجهلة والبهايم اللي موجودة هنا. Merci beaucoup. استقلال كلمة كبيرة. حاولت كما كنت نحكي قبيليك معاك قلت يمكن ما ظهرتش معايا لا جيت مع العباد اللي قاومت الاستعمار وحاربت وكبرت على ولا تربيت ديزون في عهدين واحد قالوا لي خايب برش والاخر حضرته خايب برش بنذكر كي كنت في المكتب كانوا نيجيريو شكون باش يدخل يحيي العالم يشد الضرب ويحيي العالم بعد بتولت المده ولا اللي يدخل يحيي العالم ولا يخزن له الخزره الدونيه دونك دو كول باتريوتيزم الكل طاح لي من المكتب مشي. كبرت قريت الحق الدوله ما عطتني شيء وما فركزتش في خدمه عندها حتى شيء ومن طول نحس روحي نعيش في بلاد على خاطر لازم نعيش فيها على خاطر تولدت وجيت في وسطها لا اكثر لا اقل اليوم كنت تسالني على الاستقلال استقلال من شكون ساعة استقلال من فرنسا ولا اللي قبلهم استقلال شنو مانيش مستقلي لا نحكموا في رواح لا عندنا قيمه القيمة جوست مبابر وتبابير برك لا أكثر لا أقل لأن متوري أن بيبل كونسوماتور يعرف كان ياكل ويشرب وكهو مش عندنا بالاستقلال ما عندنا حتى شيء عندنا ضرب وي عندنا شوية عباد تعيط منا وشوية عباد تعيط منا في الاستقلال الكل إن شاء الله الجينيراسيون الجاية تاع 4 5 6 70 سنة تتبدل المونتاليتي وفي تبدل المونتاليتي مش ليبوكريزي اللي نعيشوا فيها معناها كي تبدل المونتاليتي معناها العبد يفيق انه هو يعيش في بلاد لازم
كيما يخرج لبرا يقول محلى الدول الاخريه قداش متقدمين قداش خير منا قداش عاملين برشا حاجات اكثر منا، كيما يشوفهم في بلاده ويقول نعمل كيفهم خير. فوالا وقتها نقول وقتها النهار هذاك كي يجي ما نصورش نخلط عليه نقول بالرسمي استقلينا. فوالا كان جوست نهار عطله نفرحوا بها خاطر نهار عطله. تو وقت اللي بدينا باش نفرحوا به لقينا فرحتنا مغمومه. هكا هو. بنتي بنتي ماذا بيا نلقاها في بلاد اللي حلمنا بها احنا، اللي العباد الكل عايشه مع بعضها، العباد الكل مش معناتها ما تلقاش روحها مغمومه في نقاب وما عندها حتى كلمه. امها قبل 30 سنه عاشت خير منها، وماماتها قبل 60 سنه عاشت خير منها. جيمغي بيان اللي تلقى ما تقول وكلمتها حره و حره كاو